فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، وقال: إني رسول لكم من الله بآية دالة على صدق بلاغي عنه وهو القرآن. يجب من يستقبل هذا الادعاء أن يستقبل الادعاء بحق، فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعي. هو رسول عن الله، فليطلب منه أن يبين لهم حكم يسأل الله عنه ليقوله له. إذن فما دام الرسول لم يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله، فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء. أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الادعاء فذلك تعنت. أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا، فهل قلت لكم أني أملك مع الله خزائن السماوات والأرض؟ إذن أنتم طلبتم مني أمرا بوصف غير مدعى لي، وتقولون لي يجب أن تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على النافع ونتجنب الضار. أقلت لكم أني أعلم الغيب؟ وأنتم تقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويفعل كذا وكذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فطلباتكم تعنت، لأنها طلبات في غير ما ادعيته عندكم. أنا ادعيت أني رسول مبلغ عن الله، ولا عمل لي إلا هذا البلاء وصدق الأداء عن الله، فكيف تطلبون مني شيئا يتعلق بملكية الله له في خزائن الأرض؟ وكيف تطلبون مني شيئا وهو أن أعلمكم بالغيب؟ وكيف تنتقدون أني رسول وبشر وآكل وأتزوج وأمشي في الأسواق وأفعل كذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فالتناقضات التي يجب أن تقولها لي هي التناقضات مع الأوصاف التي ادعيتها عندكم. أما أن تأتوا بأشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعنت. حينما يسألون خيرا نافعا وينبوء وينابيع تجري وجنات وقصور وإلى آخره، من يصنعها هذه؟ إنما يصنعها الله. وهل أعطاها الله لخلق من خلقه؟ ده كلمة خزانة، معنى كلمة خزانة هو الشيء الذي يكنز فيه الشيء النفيس ليخرج منه وقت الحاجة إليه. ما تقولش خزانة إلا في شيء، جعلت ظرف لشيء نفيس، لأنك أنت لا تضع في الخزانة شيئا تافها، إنما تضع في الخزانة شيء نفيس تخاف عليه. تخاف عليه ليه؟ من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. هذه المسألة في الخزانة. الحق هو الذي يملكه. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وجعل فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن فالحق جاء بقضية كلية تجعل كل أسرار الله ونفائسه في الكون بيد الله في خزانته، وهو يجليها لوقتها.
تكلم عن بدء الخلق وتكلم عن خلق السماوات والأرض تكلم عن هذا الكلام عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فحينما تكلم عن خلق الأرض التي ستكون مناط الحركة لابن آدم قال أنني خلقت الأرض وخلقت ما يقوت ابن آدم إلى أن تقوم الساعة. ومعنى القوت هو الذي يبقي له بقاء حياته وبقاء طرفه إن أراد طموحا في الحياة. فيقول وجعل فيها رواسي من فوقها أي جبال وبارك فيها سواء كان بارك في الأرض بالرواسي أو بارك في الرواسي وقدر فيها أقواتها جاب تقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال. فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امرأة وجدناها مخازن القوت. مخازن القوت إزاي مخازن القوت؟ قال لك الواقع أثبت هذا. أنت إذا نظرت إلى الأنهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء، والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال، وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المبرد يفري هذا الحصى ويكون منه ما نسميه نحن بالغرية، ثم ينزل ليحمل مع الماء. هذا المحمول مع الماء يذهب فيترسخ فيكون الطبقة الخصبة التي تتغذى منها النباتات. الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل سطح الأرض كله مستويا وفيه الخصوبة لتنبت النبات، ولكن إذا ما نظرت إلى النبات وجدته بياخد على عمق نصف متر أو متر ويقعد ياخد الحاجات دي ياخد العناصر لحد ما تكاد العناصر تنفد. فإن ما جبناش له سماد وجبنا له مش عارف مخصمات تانية وغريا تاني تضعف الأرض. وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تؤتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتنتهي؟ قال لك لا، ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المادة صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعريق حرارة وبرودة تشقق سطحها، فاذا ما جاء المطر ياخذ هذه التشققات وينزلها فتنبري وتبقى غيرها. كل ما ينزل شوية مطر ياخذ شوية وينبطح على الارض فتعطي ويأتي في العام المقبل برضو بالشكل ده، يبقى يوالي امداد الخصم للأرض. إذن فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات. إما كانش الغير يندهد ويبدل الأرض خصوبة الأرض تدي خيرها شوية وبعدين تكتب. لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي خصم للزرع. نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا، في أشياء كثيرة جدا. ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة وخدت منها مثلث كده زي القلم، ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي نحو سواء كان في أرض خصبة سواء كان في بحر سواء كان في جبل سواء كان في وديان وصحاري، لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر.
ليه؟ لان الحياة بس مش عايزة قوت. اهو دلوقتي تبان اننا بنعوز حديد وبنعوز منجنيز وبنعوز فسفور وبنعوز كذا وبنعوز كذا، وبعدين بنجده في الجبال، طب المطلوب بنجده في صحاري. الله، اذا الارض كلها فيها ايه؟ مطمور فيها خير الله الذي يحتاج اليه خلق الله، ولكن كل خير من ده له ميعاد وله ميلاد. فاذا ما جيت لقطعه حصبه وخدت منها الشقه دي كلها حد المركب وشفت هي ادتنا من اول ما اتوجدت قد ايه من الخير، ثم جئت الى حته صحراويه وخدت قطعه مساويه لها كده وشفت ادتنا ايه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس ده له معاد وده له ايه؟ وده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا خزائنه فما يقال له شيء، يبقى في خزانه عند الله له ينزلها بقدر. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خزائن، يبقى امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقد شيء ولا مش شيء؟ برضه فيه خزائن. وننزل من العقل كل حاجه حسب ايه؟ فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكره، واللي اتوجد بعده بقرن جت فكره ازيد، واللي جاء بعده بقى اخد. ليه؟ لانه استفاد بما وصل اليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي، يبقى اذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الافكار. كل يوم تيجي ايه؟ تيجي فكره وخزائن. وكذلك ايه؟ كل شيء في الوجود، إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي إمتى؟ ساعة يريد الحق أن يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا من الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه، مش كده؟ وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عندك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وابقى اعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم ما تلاقيش شجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضه التفتنا لقينا جه فحم ايه؟ حجري مكتوب. وبعدين خست شويه وجه ايه تاني للطاقه. الله، مثلا بترود كل يوم يجي لنا ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك لا، اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لخيرات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ كل ما يجي ايه؟ تجي لنا حاجه. جاء عصر البخار، وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الذره. الله، دي ميلادات لخير الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله. يوم ربنا ينزل على اي خاطر من الخواطر فكره ويطلعها، يوم وده يطلع من دي وده يطلع من دي، واللاحق ياخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخذ خير السابق ويبني عليه، يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش؟ يبقى الخير ينمو. وان من شيء الا عندنا خزائنه. هذه الخزائن اما ان يكون المطمور فيها الاشياء، يعني مثلا ما اكتشفش الراديوم الا اخيرا، ايام ما دام كورما وبعدين الراديوم قاعد يؤدي مهمه الان، هو كان في خزانه الخلق خلاص، وبعدين اظهره الله في وقت الحاجه اليه. ومن العجائب ان الخزانه التي فيها هذه الخيرات اللي تضمن بقاء المقومات للحياه للانسان انها محكمه احكاما رقميا. يعني ايه احكام رقمي؟ تجد العنصر ده ذرات الاوزون فيه واحد، وده الثاني، وده ثلاثه، وده اربعه، وده خمسه، وده سته، وده سبعه. مثلا الراديوم كان في الخاله بتاعته فاضيه ومش عارفين هي ايه، الى ان اكتشف فوجدوا الرقم بتاعها فاسقطوها. لما تشوف ما جدول من دليل تقوم تجدهم اسقطوها. اذا مساله العناصر معموله بايه؟ بحكمه، بدليل انها رقميه، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ومش عارف الى اخره. فكل شيء من هذه الاشياء في خزانه الله، ولكن ينزله بقدر ايه؟ قدر معلوم. وقد ينزل الشيء شائعا في غيره،
أنت في ظاهر الأمر مثلا حين ترى الوردة، الوردة دي معنى هي أوراق فيها رطوبة ادتها نضارة، وبعدين فيها نعومة، وفيها لون أحمر واصفر وإيه، وفيها إيريق، وبعدين أطفت أنت الوردة فهذا رزق في الكبر، وقعدت تتمتع بها لحد ما إيه دبلت. دبلت يعني إيه؟ يقول المية اللي فيها طلعت، أين ذهبت يا سيدي؟ ذهبت وتبخرت وطلعت في السحاب وهي المتبخرات كلها. إذا لم تذهب، وجدت في خزانة إلى أن يسقط المطر، فتبقى قطرات الماء هتعود لنا إيه؟ الله من جديد تاني. إذا لو نظرت إلى الماء، مادة الماء لوجدتها لم تزد ولم تنقص من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. إحنا ننتفع بها ننتفع، إنما اللي بننتفع بيه بعدين يحصل إيه؟ إما يخلص الانتفاع يتبخر. أنت مثلا شربت كم طن مية في حياتك؟ نقول له انت شربت كذا طن ميه في حياتك، انما طلع منك عرق قد كده وبول قد كده ومخاط قد كده وصماخ اذن قد كده اللهم طلع منك حاجات كتير. طب احسب بقى اللي فضل من الميه دي، فضل منها في جسمي في متوسط الاشياء مثلا 50 كيلو لسه باقي. نقول له يا اخويا لما تموت بعد عمر طويل هيتبخروا شويه الميه ويطلعوا تاني في الجو وبعدين ينزلوا تاني، فما فيش لا ميه نقصت ولا ميه ايه ولا ميه زادت. اذا دي رزق مخزون بالتحول. والورد اللي انت بتشوفها دي لما تيجي تبص لها بعد مده تجد اول حاجه طلع منها الميه، قامت نشفت كده، ولما نشفت التفت لقيت اللون راح. طيب الميه طلعت في الجو واللون ذهب اثيريا في الجو، طب ادي اللون والريحه برضو اتبخرت اشعاع في الجو، وبعدين قال لك هتنزرع شجره ورد ساعه ما تعوز برضو لون هتاخد من الالوان المخزون، هات اللون ودي خد اللون ودي خد، وبعدين تطلع ورده ثانيه وهكذا تتعمل ايه؟ تتعمل دوره. فاما مخزون بذاته واما مخزون بعناصره المحوله الى ايه؟ الى غيره. وكل الوجود بهذا الشكل، وحركه الحياه بين الاثنين، حركه الحياه كلها بين ايه؟ أن الإنسان مثلا أهو الإنسان يجي مثلا لحم ودم ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، والبهيمة لحم ودم وأشياء، نقول له برضه هتصير إلى هذا، وبعدين لما يموت تبقى شوية تراب، والتراب يتحول إلى عناصر في الأرض، والعناصر تدي إيه دورة تانية، اللي ياخد حيوان ياخد، واللي ياخد إنسان ياخد، واللي ياخد نبات ياخد. إذا خزائن ولا مش خزائن؟ يبقى إما خزائن محولة وإما خزائن محافظة. فالشيء الذي نستنبطه وهو بحاله يبقى خزائن حافظة، والشيء اللي يدور في الغير ويرجع ويتفتت وإلى آخره وبعدين يعود إلى الأصل تبقى خزائن إيه؟ خزائن محولة. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المسألة ليعلمنا أن الحق بكونه يملك الخزائن في الأرض رحمة بخلقه. ليه؟ لأن الحق لو ملك خزائن الأرض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فضمن الأمر بأن أبقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ أما قال لك لأن الرسول برضو أخو بشر، أخو البشر، إنما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. فأبقى الخزائن في مين؟ فيه. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على أن الخزائن في إيدي أنا، وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي في اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه هيديها لمصلحتنا، انما لو كان اللي في ايده الخزائن ممن ينتفع يدي لنفسه اكتر، يدي لحبايبه اكتر، انما ده اللي في ايده الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن بقدره مين ايه؟ وهو غني العالم. ولذلك يلفتنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. إذا من رحمته بها أنه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقوا طلبتم منه بوصف غير مدعى له. وكذلك لا أعلم الغيب،
وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه، لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها، أم قال لك لا ده مش علم غيب، ده معلم غيب. معلم غيب يعني ايه؟ معلم غيب يعني ربنا اللي ايه هو اللي علمه. ولذلك قال لهم قل لهم وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهد وما كنت ثاويا في اهل مدينة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من الله لك على هذه الأشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله أيكون علم غيب أو معلم غيب؟ معلم غيب. ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول. يبقى لما يجي نقول له الرسول انت بتقوله لك لا هو معلم غيب مش عالم ايه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسك ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات ان التزمت في المقدمات من بدايتها يمكن ان تصل الى النتيجه. اذا اعطيت مثلا مساله حسابيه لتلميذ ليعطيك الجواب فأعطاك الجواب أيكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لأن في مقدمات ومعطيات في المسألة، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي يطلع النتيجة. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الألغاز يقال انه علم غيب؟ لا، استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا أسرار في الوجود أعلموا غيبا؟ لا، ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات لما استعملوها طلعت النتيجة. فلما طلعت النتيجة هي كانت غايبة عنا صحيح، إنما المقدمات موجودة ولا مش موجودة؟ المقدمات موجودة. اللي زي ما قلنا الذي برهن على النظرية المئة كيف برهن عليها؟ مسك النظرية وشاف المعطيات إيه وطلع منها المطلوب وجاب البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظرية 90. وبتاع نظرية 90 استدل بنظرية طب 80 70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظرية ايه؟ واحد. طب حين ذهب الى نظرية واحد كيف استدل عليها وبرهن؟ ادي الوقفه بقى. طب كل حاجه بنظريه قدامك، دي كذا يساوي كذا حسب نظريه. طيب وحكايه ان كل خطين مستقيمين يعملوا زاويتين مجموعهم يساوي 2 قطب، باي على بناء على اي نظريه الحكايه دي بقى؟ نظريه واحد. ما فيش نظريه. امال دي قال لك ده امر بديهي. امر بديهي في الكون. الله. اذا اعقد النظريات جايه منين؟ من الامر البديهي. وتقعد تسلسلها وتطلع مقدمه. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لان له ايه؟ له مقدمات. هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجه. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غيب اضافي، يعني هو غيب في وقت وقد يصير بالنسبة للبشر غير غيب في وقت آخر، غير غيب. ولذلك ينسب دائما إلى البشر. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، مش كده؟ طب وبعدين يقعد يتكلم في قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، من الذين لا يحيطون؟ خلقه. تبقى الإحاطة لمين؟ للخالق.
بشيء من علمه إلا ما شاء، فكأن السر أذن الله له أن يولد. فوفق العلماء أن يبحثوا في المقدمات ويصلوا إلى إيه؟ ويصلوا إليه. إنما هم اللي أحاطوا ولا لا؟ إنما في العلم اللي ملوش مقدمات أن لا يظهر هو على غيبه أحدا إلا من ارتضى. يبقى ده إيه؟ غيب إيه؟ غيب مطلق. إياك تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه الشيء فلان وبعدين واحد قال له مش عارف إيه وعمل له إيه وقال لك إيه؟ قال له يا إخي لأن هذا غيب بالنسبة لك، إنما ليس غيبا بالنسبة للص اللي زرع. اللص اللي سرق عرف ولا لا؟ واللي توالوا عرف ولا لا؟ واللي شاركوا عرف ولا لا؟ والجن اللي محيطين بيه عرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب مطلق، ده غيب معلوم للغيب. غيب معلوم ليه؟ للغيب. اذا فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأة بكل الوان الخير التي تؤدي للإنسان مهمة البقاء في الأرض ضرورية ومطرفة. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إذا ما تخدوش علي أنني بمشي في الأسواق، ما تخدوش علي أنني باكل طعام، ما تخدوش علي أنني بجوز، لأنني لم أدعي أن إيه؟ يبقى ثلاث أشياء، شيئين اثنين يشتركوا في نفي الألوهية عن الرسول، وشيء آخر ينفي عنه أنه ملك. طيب معنى قول ولا أقول لكم إني ملك يدل يعني على أن الملك أرفع من الله؟ لا، شوفها في مناط الرد على ماذا، شوفها في مناط الإيه؟ الرد على ماذا. هو بيقولوا أنت بتمشي، قال لهم أنا مش ملك، لأن الملك هو اللي ما يعملش الحاجة دي، هو اللي لا يأكل ولا إيه ولا يشرب. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما اوحي اليه. ليه؟ قال لك لانه ما دام بشر، والبشر ده ابن اغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحتكم انتم انه يكون متبع ولا مبتدع. مبتدع هيجيب لي افكار بشر، لكن متبع يجيب افكار مين؟ افكار الخالق اللي ما لا ينالها ايه؟ لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يبتدع. لانه لو كان مصلحته ان يبتدع سيبتدع في اطار بشريته، وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله. ولذلك كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الأمية عندنا احنا عيب، انما فيه هو كمال. الأمية عندنا احنا ايه؟ عيب، انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امه، ما خدش ثقافة من حد، وما دام ما خدش ثقافه من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين كلها؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ كانوا بيقول ده انا النبي امي، يعني معناه ان كل ما دخل ذهني لم اخذه عن احد من خلق الله، وانما كل ما عمر ذهني واخذه عن مين؟ عن الله. تبقى الاميه فيه ايه؟ واحنا انفضلنا في الاميه ولا خدناش منه، تبقى الاميه واحنا بالنسبه لنا ولا لا؟ فقل له الاميه فيه شرف، ولكن الاميه في اتباعه تخلف. ان اتبع الا ما يوحى اليه. قل برضو كرر كل، هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟